إطار الحملات الأمنية والاستراتيجية اللي كتنهجها مديرية الحموشي بالمغرب واللي كتقوم بحملات ضد مجموعة من المجرمين والمبحوث عنهم، وأيضا كتوضع خطط استباقية من أجل محاربة الجريمة بكافة أنواعها. شوف تي في وكبات كعادتها وحضرات مرة أخرى المجموعة من التدخلات المباشرة لمنطقة مولاي رشيد. إطار الاستراتيجية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني وبناء على الاجتماع المنعقد بولاية أمن الدار البيضاء واللي ترأسه السيد مدير مديرية الشرطة القضائية نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني وبحضور السيد والي أمن الدار البيضاء ونائبه وكذا السادة رؤساء المصالح الولائية والسادة رؤساء المناطق، تم عقد هذا الاجتماع وبموجبه تم الإعلان عن المخطط الخماسي للمديرية العامة للأمن الوطني 2018-2022. من خلال هذه الاستراتيجية تم تسطير خطة عمل محكمة تنزيلا للمخطط المذكور والتي تتمحور حول مجموعة من التدابير لتحقيق أول النجاعة ثم الاستباقية والزجر، حيث تمكنت مصالح المنطقة الأمنية لمولاي رشيد من تحقيق نسب جد يعني مهمة، باعتبار أن المنطقة ديال مولاي رشيد هي منطقة يعني كبيرة من ناحية الحجم ومحادية لمجموعة من يعني من الدواوير. الساعة الآن كتشير الحوالي الرابعة بعد الزوال، المكان هو المنطقة الأمنية بمولاي رشيد. هنا فين كيجتمعوا العناصر الأمنية بكافة تخصصاتهم كل يوم مع رؤساء المصالح من أجل تقييم الوضعية الأمنية وأيضا من أجل وضع خطة استباقية وتوزيع المهام فيما بينهم من أجل محاربة الجريمة بكافة أشكالها. في هذا الإطار يتم عقد اجتماعات استباقية قبلية من خلالها يتم الترصيل ديال المناطق اللي غنستهدفوها، المناطق اللي تتعرف الجريمة، وتتم من خلالها يعني إعطاء التعليمات والتوجيهات في إطار الاحترام التام. وقبل ما ننتقلوا من المنطقة الأمنية صادفنا دورية لرجال الأمن داخلوا معهم شخصين تم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالسرقة. مباشرة انتقلنا مع المصالح الأمنية لأحد المناطق بمولاي رشيد من أجل القبض على أحد المبحوث عنهم تهمة السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض، بحيث توصلوا بمعلومات كتفيد مكان التواجد ديالو وها كيفاش كانت المطاردة. انتقلنا مع رجال الأمن من أجل مداهمة أحد بيوت تجار الكحول وكانت مغامرة جد مثيرة، وهنا وقفنا على المفاجأة.
بالنسبه للخطه اللي تيتم التفعيل ديالها على ارض الواقع، الهدف منها اولا هو محاربه كما قلنا السرقات العنيفه، محاربه ايضا السرقات بالخطف، على اعتبار ان كاين السرقات هنا تتم عبر يعني ناقلات بواسطه دراجات ناريه معدله، ايضا محاربه الحيازه ديال الاسلحه البيضاء، محاربه ظاهره تناول للمخدرات او الاتجار فيها، محاربه ايضا الحمل ديال الاسلحه اللي من شانها انها تمس بالسلامه الجسديه ديال الاشخاص. وفي هذا الاطار تيتم التعقب ديال الاشخاص اللي تيصنعوا الاسلحه وتيتم الايقاف ديالهم، سيما الاسلحه التقليديه، الساطورات، الاسلحه، كذلك الاقراص المهلوسه تيتم ايضا المحاربه ديالها وتنحققوا نتائج في هذا الاطار، بالاضافه للظاهره ديال التجار في المشروبات الكحوليه وفي ماء الحياه. تيتم تنظيم يعني حملات يعني بشكل مستمر في هذا الاطار للقضاء على هذه الظاهره، وكاينه نتائج يعني محموده في هذا الاطار. اذا اجمالا بالنسبه للعمل الامني داخل منطقه امن مولاي رشيد، تيخضع يعني لضوابط وتيخضع لدراسه استباقيه بناء على اجتماعات تتعقد رفقه الساده رؤساء المصالح ديال منطقه امن مولاي رشيد. وفي خلال جولتنا مع المصالح الامنيه توصلوا بمعلومات تفيد انتحار احد الاشخاص من بعد ما علق راسه في شجره. نهارنا مازال طويل والمغامرة مازالت مستمرة مع المصالح الأمنية بمنطقة مولاي رشيد.
منطقة مولاي رشيد، فيها مجموعة من المرافق الحيوية، تيبقى الأهم فيها هو سوق الجملة للخضر والفواكه. هذا السوق اللي تعرف توافد بين 30 و 40 ألف تاجر يوميا، وفي نهاية الأسبوع تتوصل حتى ل 50 ألف وافد لهذا السوق. كذلك يعني هذا السوق تعرف واحد الحركة ديال السير والجولان دائما، تتمثل في الولوج ديال تقريبا واحد 6000 ديال الشاحنات محملة بالبضائع. هذا الأمر اللي تيتطلب أولا يعني واحد العمل اللي هو استباقي، تيتمثل أولا في المراقبة ديال الأبواب ديال السوق، في المراقبة أيضا ديال المحاور ديالو ككل، وكذا المراقبة ديال الأشخاص الوافدين، وكذلك المراقبة ديال العمليات اللي تتم داخل هذا السوق. موازاة مع الدور الزجري والأمني اللي كتقوم به المصالح الأمنية، رافقناهم أيضا لأحد البراجات اللي كتقوم بتحليل نسبة الكحول عند السائقين. وفي الأخير وبعد يوم من المغامرات، ختمنا جولتنا مع رجال أمن منطقة مولاي رشيد بمداهمة لمقاهي الشيشة، واللي صبحات كتساهم بشكل كبير في نشر العديد من الأمراض التنفسية الخطيرة للجنسين.
تم ايضا مداهمات ديال المقاهي ديال الشيشه على اعتبار ان تتخلل هذا التناول ديال الماده ديال الشيشه مجموعه من الظواهر اللي اولا تتقلق الراحه ديال المواطنين او تتعطي يعني تدخل في اطار افساد الشباب واعطاء قدوه سيئه، كذلك تدخل في اطار حيازات اشياء غير خاضعه لمبرر الاصل. اذا في هذا الاطار تتم مداهمه ديال هذه المقاهي ديال الشيشه، وتتم يعني رفع تقارير للسلطات المحليه. مداهمات وتدخلات قوية لرجال حموشي بمولاي رشيد انتهت باعتقالات وتوقيفات لعدة مجرمين ومبحوث عنهم ربما تحد من الجريمة المنظمة بهذه المنطقة.